بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ هنحل إن شاء الله النموذج رقم 6 من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات، كتاب المعاصر نسخة 2022 في الديناميكا. تمرين رقم 1 بيقول لي روبوت جسم كتله 28 كيلو جرام في خطاف موزان زنبرقي معلق في سقف مصعد، يتحرك رأسيا بعجلة مقدارها 2.45 متر كل ثانية تربيع، فإذا كان المصعد يتحرك رأسيا لأسفل فما قراءة الميزان؟ عندنا هنا المصعد بيتحرك لأسفل، الشد بيكون لأعلى والوزن لأسفل، اللي مع اتجاه الحركة ناقص عكس اتجاه الحركة يساوي ك في ج. أنا عندي الكتلة بالكيلو جرام، 28 في د 9.8 ناقص الشد بيساوي ك في ج. عند الكتلة 28 مضروبة في العجلة 2.45 نقدر نجيب الشد، هيطلع معايا بالنيوتن. نرجع نحول للسوق للكيلو جرام نقسم على 9.8، هنودي الشد الناحية التانية بالموجب ودي نجيبه بالسالب، يبقى 28 نفتح قوس 9.8 ناقص 2.45، أو ممكن زي ما أنت حافظ الشد بيساوي ك في د ناقص ج طالما هو بيتحرك لأسفل، ولكن إحنا استنتجنا إيه القانون يعني، مفيش مشكلة خالص، أهم حاجة تحلها صح وتاخد بالك إن الناتج هيطلع معاك بالنيوتن. ترجع تحوله لثقل لأنه عايزه في الاختيارات بثقل كيلو جرام، تقسم على 9.8 يعني، تجيب الآلة أهو وتحسب الناتج، تقول له 28 في 9.8 ناقص 2.45، طلع العدد ده شباب هنقوم قاسمينه على 9.8 يديني 21، وبالتالي الشد يبقى 21 ثقل كيلو جرام، تمام، اللي هو قراءة الميزان يعني. الشد ده اللي هو قراءة الميزان رد الفعل حسب ما بيقول لك في المسألة، تمام. يبقى إجابتك ألف. رقم 2 بيقول لي الكرة كتلتها ألف كيلو جرام، كتلتها كرة ألف كتلتها 2 كيلو جرام تتحرك في خط مستقيم بسرعة 8 متر كل ثانية، اصطدمت بكرة أخرى ب ساكنة، فإذا ارتدت الكرة ألف بعد التصادم بسرعة 6 متر كل ثانية في نفس الخط المستقيم، فإن مقدار التغير في كمية حركة الكرة ب بيساوي نقط. عندنا الكرة ألف كتلتها 2 كيلو جرام تتحرك في خط مستقيم ماشية بسرعة 8 متر كل ثانية، اصطدمت بكرة أخرى ب كانت ساكنة سرعتها كده بصفر، ارتدت الكرة ألف. طيب أنت عندك الكرة التانية اللي عندك كتلتها ما تعرفهاش، كتلة ب مش موجودة والسرعة بصفر، تمام. ايه اللي حصل بقى؟ ارتدت الكرة ألف، يعني الكرة ألف كانت ماشية كده مع اتجاه الحركة ارتدت في العكس، بعد التصادم ارتدت اللي هي عين ألف شرطة بعد التصادم بستة متر لكل ثانية، السرعة بعد التصادم ارتدت في نفس الخط المستقيم، فإن مقدار التغير في كمية حركة الكرة ب، خد بالك مقدار التغير في كمية الحركة للكرة ب هو نفس مقدار التغير في كمية حركة الكرة ألف اللي هو الدفع، ألف بتدفع ب خبطت فيها وردت، تمام. فمقدار التغير في كمية الحركة اللي هو الدفع، يبقى دافع مين على مين؟ ألف على ب، يبقى التغير في كمية حركة ألف هو نفسه التغير في كمية حركة ب. طيب الدفع التغير في كمية الحركة، يعني قول كاف في عين 2 ناقص عين 1، خد بالك هي عكست الاتجاه يبقى انت هتغير الإشارة تبقى موجب، ماشي. يبقى عين 2 ناقص ايه السرعة بعد التصادم يعني اللي هي عين ألف شرطة زائد عين ألف، خلاص طالما عكس اتجاه الحركة يبقى احنا بنجمعهم يا شباب، ماشي، لأن القانون أصلا عين 2 ناقص عين 1، لو نفس اتجاه الحركة زي الرصاصة مثلا بتخترق جدار بتبقى عين 2 ناقص عين 1، لكن هي ارتدت يبقى عين 2 زائد عين 1، تمام؟ فهمنا كده؟ يبقى الدفع اللي هو التغير في كمية الحركة، يبقى التغير في كمية الحركة للكرة ب هو نفس التغير في كمية الحركة للكرة ألف. السرعة بعد التصادم كانت 6 قبل التصادم 8، هيتضرب في الكتلة بتاعتك اللي هي كانت 2، يبقى 2 في 14 تطلع 28 كيلو جرام في متر على الثانية.
يبقى إجابتك 28 اللي هي ب. تمرين رقم 3، إذا كانت السرعة دالة في الزمن عين بتساوي 4 ن - 1، وعندي سين عند ن بصفر بتساوي 3، فعايزين نجيب سين عند ن بتساوي 1. طيب سين اللي هو الإزاحة، إيه؟ تكامل السرعة بالنسبة للزمن، لأن السرعة مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن، يبقى سين تكامل عين بالنسبة لنون. هنكامل، يبقى 4 ن - 1 دالة نون، يعني سين بتساوي، هجيب لك طبعا الكلام ده عشان تعوض وتطلع الثابت، ماشي؟ يبقى هنا التكامل هنزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، يبقى 4 ل 2 فال 2 - 1 تكامله بنون زائد ثابت. تعالى بقى عند نون بصفر، يبقى السين ب3، يعني الثابت هيطلع ب3، وبالتالي سين هتساوي 2 ن تربيع، 2 ن تربيع ناقص نون زائد 3. هو مش عايز كده، ده هو عايز بقى الإزاحة عند نون بتساوي 1، هتعوض هنا مكان نون ب1. إذا سين 1 بتساوي، يبقى 2 ناقص 1 زائد 3، 2 ناقص 1 ب1، 1 و3 تطلع بكام؟ ب4. سؤال بسيط جدا يا شباب، إجابتك تبقى 4 اللي هي اختار ب. تمرين رقم 4، بكرة صغيرة ملساء مثبتة وقيس الزاوية بينهما 120 درجة، ماشي، بانفرعية خيط. هنا الشدود بتكون متساوية على البكرة يا شباب، الشدود بتكون متساوية، وعندك الزاوية 120. عايزين تجيب الضغط على البكرة. طالما عندك القوة متساوية، استخدم القانون، الضغط يساوي 2 ش جتا ي على 2، اللي هي الزاوية اللي عندي. يبقى الضغط يساوي 2 ش في جتا 120 على 2، اللي هي جتا 60، جتا 60 ونص، يطلع الضغط بيساوي ايه؟ الشد. تمام، يبقى اجابتك هتاخد فين؟ اجابتك ب، اختار ب. تمرين رقم 5، بيقول لي سقط جسم كتلته 150 كيلوغرام من ارتفاع، سقط يعني السرعة ابتدائية بصفر، ده الجسم اللي عندنا السرعة الابتدائية بتاعته بإيه؟ صفر. سقط من ارتفاع 140 سنتيمتر، وكتلة كانت بالكيلوجرام، يعني هنقول 1.5 متر نقسم على 100، كام؟ الكتلة هي اللي كانت 150، كتلة 150 كيلوجرام، والارتفاع كان 140 سنتيمتر، نقسمه على 100 تبقى 1.4 متر. في أرض رملية فغاص فيها، فكانت مقاومة الرمل بتساوي، طبعا الجسم لما بيغوص عندك اتجاه حركته الأسفل طبعا، وعندك الوزن هنا كف ده اللي بيكون أسفل، وعندك في مقاومة بتعاكس، طبعا العجلة هنا بتتغير، بتبقى في عجلة جديدة يعني موجودة، ماشي. عايزين نعرف بقى المسافة التي يغوص فيها الجسم في الرمل، هيمشي مسافة قد إيه لحد ما يسكن، ماشي. فأنت محتاج تجيب من هنا السرعة الابتدائية، يعني النهائية في المرحلة الأولى اللي هي ابتدائية في المرحلة الجديدة، ماشي، عشان تقدر تتعامل مع المسألة وتقدر تجيب إيه العجلة اللي هنا وتجيب بقى فيه اللي هي المطلوب، خلاص. ممكن نحلها اللي مع اتجاه الحركة ناقص العكس بيساوي كف ج، ونطلع العجلة، بس محتاجين إن احنا نجيب إيه؟ عايزين نجيب السرعة اللي هنا، عشان العجلة لما تبقى موجودة وفيه وعندك السرعة النهائية بصفر، تقدر تجيب إيه المسافة، يعني لما يبقى العجلة موجودة وعندك السرعة النهائية والسرعة الابتدائية موجودين، تقدر تجيب فيه. تعال أول نجيب السرعة من هنا، هو سقط وأنت عايز تجيب السرعة النهائية. طيب نشتغل ازاي؟ او ممكن عندك المسافة موجودة، ممكن نقول له عين تربيع تساوي عين ابتدائية تربيع قانون تالت زي 2 ج في، خد بالك العجلة دي اسمها عجلة الجاذبية، نساقط بقى مع الجاذبية، يبقى د ب9.8 متر كل سنة تربيع. تمام، فكر معايا كده وركز، يبقى السرعة النهائية عين تربيع بتساوي الابتدائية بصفر زائد 2 في د 9.8 في المسافة اللي هي 1.4، وبالتالي عين بتساوي، هناخد الجذر التربيع ده كله، 2 في 9.8 في 1.4، نقول له 2 في 9.8 في 1.4، ونجيب الجذر، تطلع معايا السرعة 5.2 متر لكل ايه ثانية. جبت انت السرعة النهائية اللي هتبقى ابتدائية في المرحلة الجديدة. طيب انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب هنا شباب العجلة، يبقى اللي مع اتجاه الحركة ناقص العكس بيساوي كف ج، عشان نجيب العجلة يبقى انت عندك هنا كف د مع اتجاه الحركة ناقص العكس يساوي كف ج. كف د، انت عندك طبعا جاب لك المقاومة في المسألة بالسوق، تضربها في ايه؟
9.8 اللي هي المقاومة، وعندك الكتلة كانت بالكيلوجرام 150 في عجلة الجاذبية في د اللي هي 9.8 عجلة الجاذبية، وهنا المقاومة كانت كام؟ 10,650 تساقلي تتضرب في كام؟ 9.8. والكتلة اللي عندك هنا 150 في جيم، تقدر تجيب بقى جيم تحسب كل ده وتقسمه على 150. ماشي اهو، يلا احسب كده معايا 150، اعمل في الكسر بتاعك وقول 150 في، شايفين كده؟ 150 في 9.8، اكتبوا معايا يا شباب، ناقص 10,650 في 9.8، والمقام هنا 150، تطلع معايا العجلة يا شباب سالب 686 متر كل ثانية تربيع. جبت انت العجلة جوه وعايز تجيب الإزاحة، قول له بقى ان عين تربيع بتساوي عين تي تربيع زي الاتنين جيم في ف، عين نهائية بصفر لأنه سكن في الرمل هنا وقف، عايزين نعرف المسافة بكام، عين ابتدائية هتتربع يعني اللي انت طلعتها ده يا شباب اللي هي 2 في 9.8 في 1، ويعني ده ما هي دي السرعة النهائية اللي هي الابتدائية اللي احنا كنا بنربعها، يعني هتقول 5.2 تربيع زائد 2 في العجلة اللي هي سالب 686 في ف، هتودي ده الناحية التانية وتقسم على المعامل ده، هتقول له 5.2 تربيع على نفتح قوس 2 في، لأن ده هيروح بالسالب وسالب على سالب فيها الموجب، أهي يا شباب الإزاحة عشان ما تتلخبطش، سالب 5.2 تربيع على المعامل اللي هو 2 في 686، تمام كده؟ 2 في 686 هنطلع المسافة، هو عايزها بإيه يا شباب؟ بالسنتيمتر، احنا مطلعينها بالمتر، نضرب في 100 يطلع الناتج 1.96 أو 9.7 تقريبا، يعني اللي هي الإجابة جيم، يعني إجابتك جيم، يبقى المسافة 1.97 سنتيمتر، تمام؟ إجابتك جيم يعني. يا جماعة كده أرقام تانية يا شباب، لما احنا عوضنا مكان العين تربيع في المسألة عوضنا بخمسة واتنين من عشرة، تمام؟ هيطلع لك الناتج ده، لكن لما تيجي تعوض بقى بص يعني الناتج ده مش هيبقى مظبوط، ليه؟ لأن أنت عندك هنا ف، لما تيجي تعوض عنها هتعوض بكام؟ باللي هي 2 في 9.8، تعالى نحسبها تاني كده بفرقة تانية عشان ما تلخبطش بقى في الامتحان، احنا عوضنا بالقصور طلعت كده. لا ما تعوضش بالقصور، يعني هي نفس الشغلة يا شباب، بس ايه؟ بس الناتج هيتغير، الناتج هيتغير، انتبه معايا بس الكلام ده. يبقى ده في حالة لو كان 5.2، لكن عندك عالية ابتدائية اللي هي عبارة عن كام يا شباب؟ 2 في 9.8 في 1.4. تمام؟ هنعوض عن عين الابتدائية بالعدد ده هنا، فيبقى عين نهائية والعين النهائية تربيع بتساوي عين ابتدائية تربيع زي الاتنين جيم ف، عين نهائية بصفر، الابتدائية كانت 2 في 9.8 في 1.4 تربيع زائد 2 في العجلة اللي هي سالب 686 في ف، تقدر بقى إن أنت تجيب الإزاحة، لكن ما تعوضش مكان عين ابتدائية بالكسر اللي طالع، طبعا لو عوضت بالكسر هيطلع الناتج غلط، فتعوض بيها كلها كده على بعضها، تمام؟ لو عوضت بالكسر هيطلع الإجابة مش مظبوطة، فاهمين؟ فلما تيجي تعوض ما القلب فيها قصور، انقل العدد على بعضه بالتربيع اهو، ما تاخدش الجذر وترجع تربعه تاني كده في الأرقام هتروح منك، فهنا خده على بعضه كده عين ابتدائية اهو وعوض بيه، ده يروح الناحية التانية بعكس الإشارة اهو. وده يتقسم على سالب 2 في 686، هنقسمهم على بعض ونحسبها بالآلة، تطلع معانا كام؟ 1/50 اللي هي 2 من 100، 2 من 100 متر، اللي هي تبقى بالسنتي 2 سنتيمتر. خد بالك يا شباب محدش يعوض بكسر، نبهت، عشان لو عوضت بالكسر شوف كده، لو عوضنا بالكسر هيطلع لك ايه ناتج ايه مختلف خالص، يعني انا هنا في المسألة جاي نعوض ونتأكد من الناتج، لقينا الناتج مختلف، ليه؟ لأن لما جينا عوضنا على السرعة الابتدائية عوضنا بالكسر، لأ أنت لما تيجي تعوض على السرعة الابتدائية عوضت القيمة كلها على بعضها زي ما طلع، عشان القصور بتفرق في الحل والناتج بيطلع متغير، شوفوا طلع الناتج متغير إزاي؟ لأ ما تاخدش إيه؟
ما تاخدش كده، ما تعملهاش قصور، خدها زي ما هي على بعضها، على الابتدائية وعلى الوضع. وطبعا طلعت بالمتر حولها السم، تضرب في 100 بقى. تمرين رقم 6 بيقول لشخص كتلته 60 كيلو جرام بيصعد سلم، طالع على سلم، هذا السلم بتاعنا، والشخص طالع على السلم، طالع ماشي في زمن قدره 6 دقائق. الزمن كان 6 دقايق ماشي. فإذا كان ارتفاع الايه البرج 180 متر، هو طالع سلم برج، والبرج كان ارتفاعه 180 متر، فإن القدرة المتوسطة، أيوة يا شباب، القدرة المتوسطة دي ما قابلتناش خالص، ومهمة جدا القدرة المتوسطة. لما تجيلك القدرة المتوسطة بتقسم الشغل على الزمن، الشغل الكلي على الزمن. طب شغل مين؟ هو طالع، يعني طالع ايه؟ الشغل هيساوي التغير في طاقة الوضع، فاكرين؟ فاكرين الكلام ده؟ الشغل يساوي التغير في طاقة الوضع. طيب هو كان طالع هنا على السلم، يبقى بيساوي ايه؟ كاف في د في لام. يبقى انت شغل مين؟ شغل الوزن، لان طالع اللي بيأثر على الجسم، او طالع الجسم هو اللي اعلى، زي ما مثلا ونش بيرفع جسم الاعلى، الكلام ده كله بيصعد، يبقى الشغل اللي بيساوي اللي هو ايه؟ التغير في طاقة الوضع. لو تفتكر ان الشغل سالب الشغل بيساوي تغير في طاقة الوضع، طاقة الوضع النهائية مثلا هنا ألف، طاقة الوضع ايه؟ الابتدائية، اهو نهائية ناقص الابتدائية، طاقة الوضع هنا بزيرو، يبقى سالب الشغل بيساوي ايه؟ طاقة الوضع عند ألف. هو صاعد لفوق عكس اتجاه الجاذبية، يبقى العجلة بالسالب، فيبقى عندك سالب الشغل بتساوي سالب كاف د في لام، فالسالب تروح مع السالب، يبقى الشغل اللي عندك اللي هو كاف د في لام، يعني القدرة هتساوي كاف في د في لام اللي هو المسافة على الزمن، اسمها قدرة متوسطة. طيب الزمن الكلي كام؟ خد بالك انت هتحولها لثانية ماشي، عشان عايز الناتج يطلع بالواط. هي 6 دقائق، يبقى 6 هتضربها في 60، والشغل اللي هي الكتلة بتاعتك كانت كتلته كام؟ ها كتلته 60 كيلو جرام في الدال 9.8 في لام المسافة كانت 180 متر. كده انت خلصتها وطلعت القدرة المتوسطة. سؤال مهم جدا، القدرة المتوسطة بتقسم الشغل على الزمن، الشغل يبقى ازاي؟ طبعا بيصعد لفوق، يبقى انت بتجيب نتيجة القوة اللي بتأثر على الجسم، أو الجسم اللي عندك ليه وزن، الشغل اللي هو التغير في طاقة الوضع، فبتضرب يعني قوة الوزن في ايه؟ في الارتفاع، لانه طالع رأس، يبقى التغير في طاقة الوضع بيساوي سالب الشغل. طاقة الوضع عند ب بصفر، بدأ النهاية طاقة الوضع كل ما بيطلع فوق طاقة الوضع طبعا بيزيد، طاقة الوضع عند ب بصفر، وهنا سالب الشغل بيساوي طاقة الوضع، طاقة الوضع اللي هي ايه؟ سالب كاف في د في لام. ليه؟ لأن العجلة طالعة لإيه؟ الجسيم بيتحرك لأعلى عكس اتجاه الجاذبية، هنا سالب، سالب تروح مع السالب، يبقى الشغل يساوي كاف في د في لام. هنختصر 60 تروح مع 60، 180 على 6 في 30، الصفر يوقع العلامة، 3 في 8 ب 24، 3 في 9 ب 27، 27 نزود عليها 2 يبقى 29، يبقى 294 واط موجودة ألف، إجابتك ألف. السؤال اللي بعده رقم 7، قول إذا تحرك جسم كتلته 100 جرام بسرعة عين بتساوي 5 في اتجاه س 12 في اتجاه ص، حيث مقدار السرعة مقاسة بوحدة سنتيمتر كل ثانية، فإن طاقة الحركة بالإرج. طيب عشان نجيب طاقة الحركة بالإرج يبقى لازم كتلة بالجرام، وعندك السرعة سنتيمتر كل ثانية، كده الوحدات مظبوطة يعني. طيب طاقة الحركة بقول نص كاف عين تربيع، يبقى أنت لازم تجيب السرعة كمقدار، هنجيب المعيار بقى، لأن أنت عندك السرعة في سرعة متجهة كانت 5 إحداث س و12 في اتجاه ص، فنجيب السرعة كمقدار، نجيب المعيار يعني يا شباب الجذر التربيع مربع الأول زائد مربع التالي تبقى جذر 169 اللي هي بإيه؟ 13، يبقى طاقة الحركة نص كتلة اللي هي ب100 في مربع السرعة اللي هي 169، هنحسبها على الآلة تطلع 8450، والتمييز بتاعنا إرج. السؤال رقم 8 بيقول لي جسم كتلته كاف كيلو جرام بيتحرك تحت تأثير القوة ق بتساوي 3 في اتجاه 3 كاف في اتجاه س، عندك القوة 3 كاف في اتجاه س، وعندك 4 كاف في اتجاه ص، حيث ق بنيوتن، فإن مقدار عجلة الحركة بيساوي نقط. طيب أنت عندك القوة تساوي كتلة في عجلة، ق في ج، القوة بتساوي كاف في ج. طيب القوة اللي عندك كانت 3 كاف و
أربعة كاف، دي الكتلة اللي عندك، يساوي دي القوة، قوة يساوي كف ج في العجلة. عايز تجيبها؟ تمام، في العجلة. عشان تجيب العجلة اختصر بقى، اسم على كاف، يبقى خلاص، يبقى العجلة هنجيبها بقى كمقدار يعني شباب، تطلع تلاتة في اتجاه السين وأربعة في اتجاه الصاد، يعني العجلة كمقدار يطلع بخمسة، لو الجذر التربيعي مربع الأول زائد مربع التاني يطلع بخمسة، والتمييز بتاعنا إيه؟ متر لكل ثانية تربيع، لأن القوة اللي عندك كانت بالنيوتن وعندك الكتلة كانت بالكيلوجرام، تمام؟ يطلع الناتج مباشرة خمسة. سؤال سهل جدا يعني، القوة بتساوي كتلة في عجلة، بتعوض بس وبتختصر يعني، تطلع العجلة معاك. تعال نشوف السؤال اللي بعده، تمرين رقم 9. تمرين رقم 9 يا شباب، جسم سيارة كتلتها 7 طن، كتلة بس تسير في خط أفقي بسرعة ثابتة، يعني العجلة بصفر ماشية بسرعة ثابتة، عندما كانت قوة المحرك 140 ثقل كيلوغرام، هو ماشي أهو، ماشي هنا بقوة، عندك قوة المحرك يبقى القوة بتساوي المقاومة، تمام؟ فإذا المقاومة لكل طن بتساوي نقط. طيب قال لي إن هنا القوة كانت 140 ثقل، 140 ثقل كيلوغرام، ثقل كيلوغرام. طب ما خلاص إحنا حليناها، وعايز المقاومة لكل طن بقى، اقسم على عدد الأطنان، هما 7، اقسم على 7 يعني، يبقى المقاومة لكل طن، مقاومة كل طن يعني كل طن بقاومة قد إيه؟ تقسم بقى تدي 20 يعني ثقل كيلوغرام، بس من غير تحويلات ولا أي حاجة، لأن أصلا عايزها بالثقل زي ما هي. ثقل كيلو جرام لكل طن، يبقى تقسم على عدد الأطنان، يبقى إجابتك 20 اللي هي جي به يعني. التمرين يا شباب رقم 10 بيقول لي قذف جسم وكتلته 200 جرام على مستوى إلى أعلى مستوى ماء الأملس، هذا المستوى الأملس أهو، وده جسم قذف من هنا وعلى خط أكبر ميل، قذف بسرعة كانت 30 سنتيمتر لكل ثانية، قذف بالسرعة دي إلى أعلى، فإن التغير الذي يطرأ على طاقة الوضع عندما تصبح السرعة 18، لما يوصل لحد هنا سرعته تبقى 18. طيب خد بالك من حاجة مهمة، إحنا عارفين يا شباب إن مجموعة تقاطع الوضع والحركة بتبقى إيه عند أي نقطة ثابتة ما بتتغيرش، يعني لو سمينا مثلا النقطة دي ألف، النقطة دي ب، الأمور تبقى سهلة، بتتحل يعني إن شاء الله بسيطة، ليه؟ إحنا واخدين زيها في الامتحان اللي فات، فكرتها كان جايب لك بقى العلاقة بين التغير في طاقة الوضع وطاقة الحركة يعني. فالمهم المسائل دي كلها بتحل بالفكرة دي، إن طاقة الحركة عند أ زائد طاقة الوضع عند أ بتساوي طاقة الحركة عند ب زائد طاقة الوضع عند ب، تمام؟ طب طاقة الحركة نص كاف عين تربيع، نص كتلة، جسم كانت كتلته 200 جرام أهو، عوض معايا بيعني كده، في مربع السرعة اللي هي الأولى هنا المطلوب بيها اللي هي 30 تربيع، تمام؟ طول انطلق بالسرعة دي، يلا كمل معايا زائد نص. دي ايه؟ طاقة الوضع عند ألف يا ولاد يا شباب، عايزين نسيبها زي ما هي، طاقة الوضع عند ايه؟ ألف، سيبها زي ما هي، ليه؟ لأنه عايز التغير في طاقة الوضع، فاهمين يعني طاقة الوضع؟ يعني طاقة الوضع النهائية ناقص طاقة الوضع الابتدائية، فأنت هتسيب طاقة الوضع زي ما هي كده من غير ما تعوض فيها أي حاجة، هي أصلا بصفر، بس سيبها زي ما هي، لأنه عايز في المسألة طاقة الوضع عند ب ناقص طاقة الوضع عند ألف، فهمت هنعمل ايه؟ أنت بس هتعوض وتسيب طاقة الوضع كده وكده عشان توصلها للشكل ده، يبقى ده الحل بتاعك يعني. ماشي، طاقة الحركة عند ب تقول نص في كاف اللي هو 200 في عين تربيع مربع السرعة اللي هي 18 تربيع زائد طاقة الوضع عند ب زي ما قلنا هنسيبها زي ما هي. تعالى بقى طاقة الوضع عند أ عايزينها تروح بالسالب، هتروح لدي بالسالب هنا، يبقى التغير في طاقة إيه؟ الوضع أهو، طاقة الوضع عند ب ناقص طاقة الوضع عند أ بتساوي، ده يجي الناحية التانية بعكس الإشارة، تقوم واخد نص في 200 عامل مشترك، يبقى لك هنا 30 تربيع ناقص 18 تربيع، لأن ده راح الناحية التانية بعكس الإشارة. نص ال 200 ب 100، 30 تربيع اللي هي 900 ناقص 18 تربيع، ده التغير اللي هو طالبه في طاقة الوضع، أهو ظهر معانا بمنتهى السهولة أهو من غير حفظ ولا أي حاجة، تبقى فاهم وتشتغل بس. هنا 18 تربيع واحسبها بآلتك وطلع الناتج بقى، 900 ناقص 18 تربيع، 18 تربيع أهي 900 ماينس عنصر وبعدين ضرب إيه؟ 100، تطلع إيه؟ العدد ده يا شباب طلع معانا بالإرجاع مباشرة، نشوف الناتج بقى في الاختيارات، دور كده معايا، 57600 اللي هي الإجابة ألف يعني، تمام إجابتك هتبقى إيه؟ ألف بالإرجاع.
مفيش فيها تحويلات ولا اي حاجه، لان الكتله بالجرام لما يقول لك ارجع تبقى عارف الكتله تبقى بالجرام والسرعه سنتيمتر كل ثانيه، تمام؟ ده اسمه التغير في طاقه الوضع. شوف التمرين يا شباب، رقم 11 بيقول لي جسيم يتحرك في خط مستقيم يبدا حركته من نقطه ثابته واو على الخط المستقيم، بحيث كان القياس الجبري لعجلته ج يعطى بدلاله القياس الجبري لموضوع س، يعني العجله داله في س. علما بان سرعه الجسيم الابتدائيه كانت 2 متر كل ثانيه، والسرعه عايزين نجيبها عند س بتساوي ايه؟ 1. طيب بص يا شباب، طالما احنا كنا حافظين الكلام ده والسؤال ده اتكرر معانا كتير وحليناه كتير وهيجي لنا ان شاء الله في الامتحان، يعني هو مركز قوي على المسائل دي فبتيجي كتير، فانت بتبقى حافظ اول ما يجي لك العجله عايز تجيب السرعه من العجله والكلام ده كله العجله، لان هو جاب لك العجله داله في س، فيبقى العجله بتساوي عين في د عين على د س. تمام تمام تعالى بقى عوض في المساله واعمل تكامل وافصل متغيراتك. طب العجله كانت داله في ايه في س؟ هتقول له 2 س زائد 5، ادي العجله اهو د س تتضرب فيها كده، افصل متغيراتك وهنا تبقى عين د عين. خد التكامل بتاعك اهو. هو قال لك ايه في المساله؟ بدأ اقرأ كده معايا، كان القياس الجبري للعجلة كذا، علما بأن السرعة الابتدائية، أدي السرعة الابتدائية اهي، أدي السرعة النهائية، وأدي س الابتدائية وأدي س النهائية. ها قال لي كام يا شباب؟ قال لي في المسألة هنا، ها بدأ منين؟ بدأ متجه الموضوع س، يعطى بالعلاقة سرعة الجسيم الابتدائية كانت باتنين، ماشي؟ يبقى أنت هتجيب هنا من أول إيه؟ س ابتدائية بصفر لحد إيه؟ لحد زي ما هو قال لك، ها س لحد س اهي، وبعدين هنكامل ونعوض مكان الس بواحد بعد ما نطلع عين، يعني ماشي كده اهو، لانه بدأ بموضع، فاهمين يا شباب؟ بدأ الحركه بسرعه ابتدائيه 2 متر كل ثانيه، يتحرك من نقطه ثابته واو مكتوبه في الاول اهي، شايفينها؟ ركز معايا كده بعينيك واقرأ كل كلمه بيقولها، يتحرك من نقطه ثابته ايه؟ واو ورطة الاصل، يبقى بدأ من ايه؟ من اول حاجه من عند نقطه صفر لحد س، وهنا السرعه الابتدائيه كانت بكام؟ باتنين، وادي السرعه انا عايز اجيب عين ده العين كامل، زود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، وهنا تبقى 5 س، يلا تبقى هنا نص عين تربيع، عوض من اتنين لعين، يبقى هنا س تربيع، طبعا كان في اتنين هنا يا شباب مش كده؟ يعني زودنا واحدة اس وقسمنا على الاس الجديد، الاتنين ده راحت، يعني اشتغل معاه بايدك عشان لو في حاجة انا ما خدتش بالي منها. انتوا طبعا ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم كده وتحققوا امنياتكم، بس ركزوا في الامتحان وقرأوا كويس ما تستعجلوش. هنا بنعوض باللي فوق تبقى نص عين تربيع، عوض باللي تحت ناقص اللي تحت اهي، يبقى دي 4 على 2 فال 2 اهي. انت عايز تجيب السرعه بقى بدليل يعوض بقى على طول هنا، ما هو لك عند س بواحد وخلاص، عند س بتساوي واحد تطلع عين بقى، يبقى هنا واحد، عوض بقى كده يبقى 1 زائد 5، ها دي كانت بتساوي نص عين تربيع ناقص 2، يعني 6 زائد 2 8، 8 في 2 ب 16، 16 بتساوي عين تربيع، يعني عين هتبقى موجب او سالب ايه؟ 4، اللي هي السرعه اللي هو عايزها، يبقى اجابتك الف. يعني المساله اللي بعدها شباب رقم 12، يتحرك جسيم في خط مستقيم القياس الجبري للسرعه يساوي ن ناقص 1 في 3 ناقص ن، فإنه يبلغ أقصى سرعة. أقصى سرعة معناها يا شباب إن العجلة بتساوي صفر، كلمة أقصى سرعة ماشي بسرعة منتظمة، يعني العجلة بصفر في الاتجاه الموجب، يبلغ أقصى سرعة في الاتجاه الموجب بعد زمن قدره نقط، يعني أنت هتجيب العجلة بسبب صفر، العجلة مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، تمام؟ المشتق دي حاصل ضرب دالتين الأول في مشتقة التاني زائد التاني المشتقة الأول، فكوا بقى تبقى سالب ن زائد 1 زائد 3 ناقص ن، يعني العجلة سالب 2 ن زائد إيه؟ 4، تمام؟ أقصى سرعة يعني العجلة بصفر، ساوي العجلة بقى بصفر، فتبقى ن بكام؟ ن ب2، ن هتبقى ب2 اللي هي الإجابة ج يعني. التمرين اللي بعده رقم 13 بيقول لي وضع جسم كتلته 70 جرام على نبض أفقي أملس، وربط في أحد طرفي خيط مهمل وزن يمر على بكرة صغيرة ملساء عند حافة النبض، وتدلى من الطرف الآخر جسم كتلته 35
جرام، وده الجسم اللي كان هنا، وده البقرة مشدود بخيط، الكتلة بتاعته كانت 70 جرام. ايه اللي حصل يا شباب؟ بيقول لي هنا تركت المجموعة لتتحرك من سكون عندما كانت الكتلة 70 جرام على بعد 120 سنتيمتر من البقرة. المسافة كانت 120 سنتيمتر، فإن سرعة هذه الكتلة عندما تكون على وشك الاصطدام بالبقرة، هنا الكتلة 35 هنضربها في 9.8، الوزن هنا اتقل، وهنا كانت ايه؟ هنا 70 كتلة، بدأ اتقل، تمام؟ اتجاه الحركة هو بيقول لك أصلا هيرتطم، يعني اتجاه الحركة اهو. طيب احنا ممكن نستفيد من الكلام ده، احنا نطلع العجلة عشان تجيب السرعة اللي هو طالبها. سرعة هذه الكتلة عندما تكون على وشك الاصطدام، السرعة هنا تبقى بكام؟ يعني انت عندك المسافة موجودة، وهنا وضع، يعني السرعة بتبقى بصفر، فعايز تجيب ايه؟ عايز تجيب السرعة اللي هيتخبط فيها هنا، فانت محتاج العجلة. طب العجلة بنجيبها مباشرة، بناخد كتل نجمعها، تمام، وبنطرحهم من بعض. هنطرح مين ومين؟ انت عندك هنا كانت بالجرام، يعني 35 في 980 ناقص 70، هنا هنكتب 35 في 980. طبعا مفيش هنا قوة بتأثر على الجسم لأن هو وضع، تمام، فده اللي هيبدأ يحركه. يبقى 35 ناقص، مفيش قوة هنا بتأثر على الجسم، هو أملس، يبقى 35 تتكتب بس فوق على مجموع الكتل 35 و70 في 980. فهمنا؟ نقدر بقى نحسب العجلة الحاسبة، يبقى 35 في 980 على 35 زائد ايه؟ 70. خمسة وتلاتين في 980 اكتب ورايا العجلة بتساوي 980 على ايه؟ على 3 سنتيمتر لكل ثانية ايه؟ تربيع. كده انت جبت العجلة. محتاجين نجيب بقى السرعة. عندنا السرعة بتبدأ بصفر، وعندنا المسافة، وعايزين نجيب السرعة النهائية للكتلة دي قبل الاصطدام. ماشي يا شباب؟ كل خلاص جبنا العجلة اهو. نقول بقى عين تربيع بتساوي عين ابتدائية تربيع زائد 2 ج ف. عين ابتدائية بصفر، يعني بتساوي 2 في العجلة اللي هي 980 على 3 في الف اللي هي المسافة اللي هي بكام؟ كانت ب 120. 120 على 3 في 40، 40 في 2 في 980، وبعدين نجيب الجذر عشان نطلع السرعة. يبقى 2 في 980 في 40، وبعدين نجيب الجذر يطلع معايا 280. فهمناها يا شباب؟ خلاص، يبقى الجسم وضع عشان تجيب العجلة بطريقة مختصرة. طبعا الشدود بتكون متساوية، احنا مش محتاجين بقى معادلات الشدود والكلام ده، لأنه عايز بس السرعة الكتلة اللي هتتخبط ترتطم فيها، السرعة النهائية هنا بكام؟ وكم مبضوع، وده بيسحب. فاهمين؟ تمام. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم 14، إذا ترك جسم تحت تأثير وزنه فقط على مستوى وائل مستوى ماء الأملس، فإن عجلة الجسم تتوقف. العجلة تعتمد طبعا على الزاوية، لأن هو ترك يتحرك لأسفل كده. عندك هنا اللي مع اتجاه الحركة اللي هو الناحية دي ناقص العكس، لأنه أملس، مفيش حاجة هنا، ناقص كف، يعني إيه ده؟ اللي مع اتجاه الحركة ناقص العكس بيساوي كف ك، لو هو منزلق يبقى كف د. لو أنت حافظها، في طلبة حافظاها إن العجلة بتساوي د ج ه، لو هو منزلق ولو هو طالع تبقى بالسالب، فيبقى كف د ج ه تساوي كف ج، فالكف تروح مع الكاف. يبقى العجلة بتعتمد على إيه؟ على الزاوية سيتا اللي عندك، ولكن لا تعتمد على الكتلة. فهمتوا؟ يبقى إجابتنا هتعتمد على إيه؟ د اللي هي زاوية ميل المستوى مع الأفقي. رقم 15 بيقول لي يا شباب، في رقم 15 يتحرك جسم كتلته 3 كيلو جرام، كتلة ثابتة ومتجه الإزاحة موجود، وكانت فيه مقاسة بالمتر وقوة بالنيوتن ولوم بالثانية، فإن الشغل المبذول من هذه القوة بعد 3 ثواني بدء الحركة
طيب الشغل المبذول بيساوي القف فيه الشغل القف ازاي يعني؟ لان انت عندك هنا في المسألة كتلة ثابتة، يبقى قاف في ف قوة في إزاحة. طيب القوة موجودة، تمام، القوة تقدر تجيبها برضو كف ج، لأن أنت عندك زي ما قلنا كتلة ثابتة، فأنت تحتاج تجيب القوة الأول. قوة كاف في ج، فكر معايا كده، كاف بتلاتة في العجلة. العجلة هتجيب بقى الأول السرعة لأن العجلة مش موجودة، فهو كان جايب لك الإزاحة. ماشي، احنا بنفكر مع بعض يا شباب. يعني بص، لما تلاقي الكتلة ثابتة مش متغيرة تقدر تعمل أمور عادية، يعني تشتغل بالقانون بالعادي بسهولة. يعني الشغل بيساوي قوة في إزاحة، وتجيب يعني تجيب من عندك القوة اللي هي كف ج، تجيبها وبعدين تضربها في الإزاحة، شغل بسيط يعني. فأنت عندك فيه كانت سرعة متجهة، فتقول له نون تربيع وخمسة نون، تقوم جايب السرعة مشتقة فيه بالنسبة للزمن، يبقى اتنين نون وخمسة، وتقوم جايب العجلة هنا اتنين اللي عندك، وليت مشتقتها بصفر، تمام. فهنا ما تقول تلاتة في اهي، تلاتة في ايه؟ اتنين وصفر، لان انت بتجيب القوة وتضرب ايه؟ كاف في جيم، يبقى القوة هتبقى بكام؟ القوة هتبقى بكام يا شباب؟ ستة وصفر. طيب ما تيجي تجيب بقى الشغل، الشغل قوة في ازاح، يبقى ستة وصفر ضرب قياسي لاتنين وايه؟ وصفر، تمام. فين الازاحة؟ الازاحة اللي هي نون تربيع وخمسة نون. ماشي، يبقى الشغل قاف، الشغل قاف في ف، يبقى القوة انت جبتها وعندك ايه؟ الإزاحة، تضربهم في بعض، وقال لك عند نون بكام؟ بعد 3 ثواني، نون بتلاتة، فتبدأ ضرب قياسي الأول في الأول زي التاني في التاني، فيطلع 6 نون تربيع، لأن صفر في 5 نون بصفر، بيساوي الشغل بقى هيبقى بكام؟ عند نون بتلاتة، يبقى 6 في ايه؟ 3 تربيع بكام؟ 9، 6 في 9 ب 54، والتمييز بتاعك يطلع ايه؟ جول، يعني إجابتك به يعني. تمرين 16، إذا كانت س بتساوي 5 زائد 6 نون ناقص نون تربيع، وكان معيار السرعة ب 4. طيب ما تيجي نجيب السرعة كده، مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن، تبقى 6 ناقص 2 نون، بقول لي المعيار للسرعة بيطلع بكام؟ بيطلع بواحد. المعيار لما نيجي ناخد المعيار هنا على السرعة، معناه اللي جواه موجب أو سالب، يعني أنت عندك 6 ناقص 2 نون مرة هتبقى، هقول لك المعيار بكام؟ ب 4، معيار بيساوي 4، يعني معنى كده 6 ناقص 2 مرة تبقى ب 4، مرة 6 ناقص 2 نون تبقى بسالب 4، يبقى النون هنا بكام؟ بواحد، وهنا النون تبقى بكام؟ هنا 6 محتاجة كام؟ أو اعملها معادلة وده بعكس الإشارة، تطلع بكام؟ بخمسة، يعني 2 في 5 ب 10، 6 ناقص 10 بسالب 4، النون بخمسة، يعني النون بواحد وخمسة، إجابتك إيه؟ دال. تمام، اللي بعده شباب رقم 17، واللي جسمان كتلتاهما 4 كيلو جرام، وعند الكتلة التانية بكام؟ 25 كيلو جرام، دي كتلتين أهم. لهم نفس طاقة الحركة، فإن النسبة بين مقداري كمية الحركة، إيه الفرق بين ده وده؟ أنت عندك طاقة الحركة نص كف عين تربيع، وعندك كمية الحركة كتلة وسرعة. تعال نستفيد بقى إن طاقة الحركة الأولى بتساوي طاقة الحركة التانية. ماشي، طاقة الحركة نص في كاف في عين واحد تربيع بتساوي نص في كاف في عين اتنين تربيع، النص تروح مع النص، يبقى النسبة بين عين واحد تربيع إلى عين اتنين تربيع، عين واحد مضروبة في 4 وعين اتنين مضروبة في 25، يعني تقول له عين واحد على عين اتنين هتبقى 5 على 2، ناخد الجذور يعني السرعة تطلع 5 على 2، تمام. بالنسبة بين السرعة، تعال نجيب النسبة بين كمية الحركة الأولى وكمية الحركة إيه؟ التانية، هو عايزها بقى. طيب كمية الحركة كتلة في سرعة، وهنا كتلة في سرعة، هنا سرعة الأول وسرعة التاني، نسب يعني يا شباب، ما دي نسبة، فاهمين؟ دي النسبة بينهم يعني. لو عايز تعوض ممكن تقول مثلا رمز، أي رمز مفيش مشكلة يعني، خليها مثلا 5 س و2 س عشان تعوض بقيمة يعني. يبقى هنا كاف الكتلة الأولانية كانت بكام؟ ب 4 في عين واحد اللي هي 5 س، الكتلة التانية كانت ب 25، والتانية هنا كانت 2 س، يعني انت عوضت مكان عين واحد ب 5 س وعين اتنين ب 2 س، واختصر بقى، س تروح مع س
أربعة على اتنين في الاتنين، وهنا 25 على 5 في 5، يبقى كمية الحركة الأولى كمية الحركة التانية تطلع 2 إلى إيه؟ إلى 5. إجابتك يعني هتكون د. يا ريت تكونوا بتكتبوا ورايا يا شباب عشان تفهموا. السؤال اللي بعده رقم 18، مسألة الطائرة. طيب ركز معايا كده، مسألة الطائرة يا شباب يعني هي فيها فكرة بس بسيطة بتاعت الطائرة هي قوة اللي بتجينا ليه؟ إن القوة بتاعت المحرك دايما بتبقى لفوق، سواء بقى الطائرة نازلة طالعة القوة بتبقى إيه لفوق، بس القوة لما تبقى ضعيفة الطائرة بتنزل اتجاه الحركة الأسفل، القوة لما تبقى قوية بتطلعها لفوق فاتجاه الحركة يبقى لفوق، لكن القوة كده كده تبقى ثابتة، فلما جيت طيارة هليكوبتر ما تتلخبطش بقى من الكلام اللي بيقوله. أنا طيارة هليكوبتر أهي، دي طبعا قانون نيوتن التاني عليها مسائل كتير شارحينها يعني بالتفصيل. فالمهم لما يجي لك طيارة أدى القوة بتبقى لفوق والوزن التحديث السبب بتاعتك هو لفوق، القوة الدفعية بتاعتك هو الموتور يعني بيحرك لفوق دايما، سواء بقى القوة ضعيفة أو بسيطة هو كده كده اتجاهه لفوق. ماشي، تحت بيكون الوزن اللي هو كف د، والمقاومة عكس اتجاه الحركة. اقرأ كويس كده شوف بقى، هو جاب لك وزنها الوزن طبعا كف د، يعني كتلتك وزنها 8 سكر كيلو جرام، يبقى كتلتها ايه 8 طن للطيارة، كتلة 8 طن. الحركة الرأسية ضد مقاومات، المقاومة كانت 300 سكر يعني 300 في 9.8 كيلو جرام لكل طن، عدد الأطنان كانوا كام؟ 8، أدي المقاومة بتاعتك. طيب تعال شوف بقى، هو عايز قوة المحرك، يقول لك القوة هتبقى بكام لما يكون متحرك في ايه؟ طبعا القوة عايزها بالسكر كيلو جرام، مفيش مشكلة هاتها بنيوتن وبعدين اقسمها 9.8. تمام، خد بالك بقى هو عايز بيتحرك في ايه، لازم تعرف هو طبعا بيسير بسرعة منتظمة، يعني العجلة بصفر، يعني العجلة بصفر. جميل، حلو قوي، كويس. ها هابطة الرأسية لأسفل، عارفين كويس يا شباب، يعني مقصود يعني ان انت هتبقى المعادلة خفيفة يعني معاك. رأسية لأسفل اتحرك لأسفل، يبقى المقاومة تيجي لفين؟ المقاومة تيجي لفوق أهو كده خلاص، اللي فوق بيساوي اللي تحت لأن بيتحرك بسرعة منتظمة، يعني العجلة بصفر، يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت، يعني القوة زائد المقاومة بيساوي الوزن اللي هو كف د. القوة بتاعتك أنت عايز تجيبها، المقاومة قال لي 300 ثقل لكل طن بيساوي الكتلة بتاعتك اللي هي 8 طن يعني 8000، اللي هي 8 كيلو يعني. ماشي، في د اللي هي 9.8 لأن الكتلة كانت بالكيلو جرام. احسب بقى الكلام ده كله، ده واطرح منه ده وطلع الناتج بالنيوتن، وبعدين اقسمه على 9.8 عشان تحولها للثقل. تمام يا شباب، فاهمين؟ اكتب معايا كده يا حبيبي، اكتبوا يا شباب، يلا يا شباب اكتبها، يلا احسبها معايا كده 8000، شجعوا بعض كده 8000، ناس كأني موجود معاك وانت يعني ايه تكون فاهم وتحل بإيدك وتبقى مستفيد جدا، يعني توصل لأقصى درجة في الاستفادة من الفيديو اللي قدامك ده. شوف الناتج اهو، ده هيطلع بإيه؟ بالنيوتن، تقوم قسم بقى على 9.8 اللي عايزه تساقلي، يطلع 5000 وإيه؟ و600 ثقل كيلو جرام، دي القوة بتاعت الموتور. ماشي؟ 5000 اللي هي قوة حركة الطائرة، 5600 إيه؟ ثقل كيلو جرام. السؤال اللي بعده يا شباب رقم 19، بيقول لي كرة كتلتها 50 جرام سقطت من ارتفاع 2.5 متر على أرض أفقية فارتدت إلى ارتفاع فيه متر، فإذا كان مقدار القوة الدفعية بين الأرض والكرة 5.6 نيوتن وزمن التلامس 1.1. طب هو عندك الدفع، الدفع بيساوي التغير في كمية الحركة، وطالما ارتدت تاني يبقى تقول كاف في عين 2 زائد عين 1. طيب تعال الأول نجيب السرعة لحظة ما ارتطمت بالأرض، هو سقطت يعني السرعة الابتدائية بصفر، يلا اشتغل معايا بسرعة يا شباب، يلا الدال 9.8 متر كل ايه ثانية، بس خد بالك الكتلة كانت بالجرام، مفيش مشكلة اشتغل عادي وحولها في الآخر بعد ما تطلع بمتر حولها لإيه لسنتي، مفيش أي مشكلة عشان مبقاش عندك قصور يعني. الارتفاع كان جايبه 2.5 متر، وأنت عايز تجيب السرعة النهائية بكام؟ تعال نجيب السرعة النهائية بقى، عندك هنا قانون تستخدمه، عندك عين تربيع بيساعد ج تربيع زائد 2 ج ف، طالما سقط مع الجاذبية يبقى دال، ها عين تربيع تساوي عين تربيع زائد 2 د ف، يبقى عين تربيع بتساوي ج تربيع بزيرو 2 في د 9.8 ف اللي هي 2.5، طلع عين تربيع كده 2 في 9.8 في 2.5 بتساوي 9.49، يعني السرعة بسبعة. 7 متر لكل ثانية بالسرعة يا شباب لحظة تصادم اللي عندنا. طيب ارتدت تاني،
شيء ارتدت ارجعت هنا وقامت مرتد، يعني رجعت تاني يعني لحد هنا مثلا. فعايزين نعرف ايه، فاذا كان مقدار القوه الدفاعيه جالك القوه الدفاعيه وزمن التلامس، فان فيه بكام هيطلع مسافه قد ايه لفوق يعني في الداتا، يعني هي النهائيه في المرحله التانيه دي بصفر. تمام، انت عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب السرعه الابتدائيه في المرحله الجديده. عينك معايا كده واكتب، عايز تجيب السرعه الابتدائيه في المرحله الجديده اللي هنا لما ارتدت خبطت وتطلع فوق، طبعا طلع عكس اتجاه الجاذبيه. طيب ممكن نستفيد من الدفع اللي موجود ان احنا نجيب السرعه اللي هنا. الدفع بيساوي التغير في كميه الحركه، وطالما ارتدت يبقى الدفع، طبعا الدفع ق في ن، كلنا عارفين الكلام ده. ها هو جاب لك القوه الدفعيه وزمن التلامس، وانت عارف الدفع ك في عين 2 زائد عين 1 لانها ارتدت عكس الاتجاه. لو كانت في نفس الاتجاه كانت تبقى ك في عين 2 ناقص عين 1، خلاص بتاعت الرصاصه مشت في الخشب والكلام ده كله. تمام، فانت هتعمل ايه؟ هتعوض. القوه الدفعيه كانت بكام؟ 5.6 نيوتن في زمن 1/10. الكتله كانت بالجرام، اقسمها على 1000 يبقى 5 من 100 او 50 من 1000، هيقسمها على 1000 يعني من جرام كيلو جرام اقسمها على 1000. السرعه الثانيه انت عايز تجيبها هي بعد التصادم، للسرعه قبل التصادم. السرعه اللي هي قبل التصادم انت طلعتها اهو ب7، لان الدفع بيساوي التغير في كميه الحركه، يبقى تقول له 5.6 في 1/10 واللي يطلع يتقسم على ده وتطرح منه 7. يعني من بايدك 5.6 في 1/10 بيساوي على 0.05 بيساوي ناقص 7 بيساوي، تطلع معايا ايه؟ 4.2 متر لكل ثانيه. متر لكل، هو عايز ايه بقى في المساله؟ بيقول لك المسافه اللي هيطلعها دي بكام؟ طيب ما انت عندك القانون اهو اشتغل فيه بقى، عندك النهائيه صفر وعندك ابتدائيه موجوده وعندك ف ودال، ده العجل الجاذبيه بالعكس بالسالب يعني. يعني هتقول له عين تربيع بتساوي عين الابتدائيه تربيع ناقص 2 في دال في ف، لانه طالع عكس اتجاه الجاذبيه. السرعه النهائيه بصفر، السرعه الابتدائيه ب4.2 تربيع ناقص 2 في العجله اللي هي 9.8 في المسافه اللي انت عايز تجيبها. طلع بقى المسافه، نقسم ده على ده، طلع هيروح بالسالب اهو، 4.2 تربيع على 2 في 9.8، نقول له 4.2 تربيع على 2 في 9.8، نطلع 9 من ايه؟ من 10. الاجابه بتاعتك شايفين يا شباب 9/10 اهي، بس دي ايه؟ زي ما احنا قلنا بالمتر في الاختيارات، عايزها بالسنتي اضرب في 100 تبقى 90 سنتيمتر. تمام، اجابتك جيم يعني. سؤال رقم 20 بيقول لي في كل من الاشكال الاتيه تلاشى معيار العجله ما عدا نقط، يعني العجله تبقى بصفر معيارها، يعني معيار العجله كل ده بصفر، يعني العجله شايف قيمتها بصفر ما عدا مين؟ ركز معايا كده الرسومات، يعني انا واحده في دول العجله ما تساويش صفر. طيب تعالى ندرس الشكل شكل كده. بالنسبه للشكل الاولاني عندك سرعه وزمن، يبقى مشتقه السرعه بالنسبه للزمن اللي هي العجله اللي هو الميل يعني. عندك هنا السرعه ثابته يعني العجله تبقى بصفر، ده اول شكل، يبقى ده مش معانا. الشكل الثاني السرعه كده ايه؟ في تزايد، لو خدت المماس العجله هتبقى بالموجب، لان العجله بالنسبه للزمن بجيب العجله، يبقى العجله تبقى ايه؟ موجبه. يبقى الاختيار بتاعنا مين؟ الاختيار ب، لان العجله هنا لما نيجي ناخد المماس موجبه. او ممكن تجيبها بطريقه ثانيه يا شباب، طالما التحدب هنا طبعا العجله دي السرعه موجبه اهي، وطالما التحدب لاعلى يعني العجله موجبه. تمام، طب الرسمه اللي بعدها، الرسمه الثالثه عندك هنا متجه الموضع والزمن. متجه موضع وزمن يعني سرعه، السرعه هنا ايه؟ بتتناقص او ماشي في الخلف، مش عكس اتجاه الحركة. ماشي؟ طب مفيش تحدبات، يعني معنى كده إن العجلة بإيه؟ بصفر. طب مفيش تحدب موجود في الخط. طب بالنسبة للشكل الأخير عندك هنا دالة ثابتة، هنا س ونون ماشي بسرعة منتظمة، يعني عندك السرعة هنا شريطها موجبة، مفيش تحدبات، يبقى العجلة بصفر. هو عايز بقى مين في دول العجلة مش بصفر؟ اللي هو اللي اختارنا هو، اختار به، يبقى اجابتك به. تمرين 21 بيقول لي جسم كتلته 4 كيلو جرام موضوع على مستوى ماء الاملس يميل على الافقي بزاويه قياسها 45 درجه، فان الشغل المبذول نتيجه القوه او الشغل الذي تبذله القوه هو الوزن. شغل الوزن، وايه شغل الوزن يا شباب؟ عندما يتحرك الجسم مسافه 5 متر على خط اكبر من اللي اسفل. وايه شغل الوزن؟ يبقى الوزن
كله في ايه؟ في الازاحه اللي هو اتحرك. طب انت عندك الجسم لما بتحلل يا شباب مركبه الوزن بتاعه، يبقى هنا واو جه، يبقى الوزن اللي هو كاف في دال في جه في المسافه اللي هيمشيها اللي هي كانت كام؟ 5 متر. تعالى نعوض كده، الكتله اللي عندنا كانت 4 والدال والدال عندنا ب 9.8 في جه اللي هي جه 45، 1 على جذر 2 في 5، احسب دول بالآلة الحاسبة تطلع معاك 98 جذر 2. طبعا عملنا كده يا شباب لان المستوى املس مفيش مقاومات ولا حاجة، فهمتوا؟ فيطلع الاجابة بتاعتك 98 جذر 2 جول. الاجابة بتاعتك هتبقى الاجابة ايه؟ اخر واحدة خالص اللي هي دال، اجابتك دال. اللي بعده يا شباب مسألة 22، يتحرك جسم كتلته 2 كيلو جرام في خط مستقيم وكان متجه الموضع له يتعامل بالعلاقة، وده بيتحرك في خط مستقيم، دي الإزاحة عندك. عايز متجه كمية الحركة بعد ثانيتين، أنت عارف إن كمية الحركة عبارة عن كتلة في سرعة. طب ما تجيب نجيب السرعة اللي هي مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن. أنت عندك الإزاحة كانت 2 تكعيب زائد 1 في اتجاه س ونون تربيع ناقص نون في اتجاه ص، فلما نشتق تبقى 3 نون تربيع الأولاني، والتاني ما يشتق يبقى 2 نون ناقص 1. دي السرعة. هو عايز متجه كمية الحركة بعد ثانيتين. طب انت عايز كمية الحركة، الكتلة كانت ب2، يبقى كمية الحركة اضرب 2 في 3 ب6، اضرب يا شباب كتلة في سرعة، كتلة في سرعة، فاهمين؟ فنضرب الكتلة اللي هي ب2 في السرعة اللي عندي، نضرب 2 في 3 ب6 تبقى 6 نون تربيع، وهنا 4 نون ناقص 2. عندنا ايه؟ عند النون بتساوي 2، النون ب2 عوض كده، يبقى كمية الحركة عوض، يبقى 6 في 2 تربيع ب4، وهنا 2 في 4 ب8 ناقص 2، يعني 24 و6، يبقى كمية الحركة تساوي 24 وإيه؟ و6، اللي هي 24 في اتجاه س زائد 6 في اتجاه مين؟ اتجاه الصاد. التمرين اللي بعده شباب مسألة 23، بيقول لي بدأت المجموعة الحركة من السكون عندما كانت الكتلتين في مستوى أفق واحد، وعندما قطع كل منهما مسافة 20 سنتيمتر يصبح البعد الرأسي. طيب بصوا يا شباب، احنا واخدين ده قبل كده يا شباب، بالنسبة للبعد الرأسي اللي هو فيه زائد فيه مضروبة في جسيه، فكان بيجي ازاي؟ يعني الجسم كان هنا والتاني كان متعلق وباله كده، الاتنين في نفس المستوى اهم، ده هينزل مثلا او يطلع اتحرك اتجاه حركة طبعا مع الكبير، دي 2 كاف، فده هينزل كده وده يطلع كده. خد بالك ده لما يطلع هيوصل لحد هنا مثلا، يعني يبقى مشى مسافة فيه، وده هينزل لتحت كده مسافة فيه برضه. هو عايز بقى البعد الرأسي بين المسافة بين الكتلة اللي هنا واللي هنا الموضع بتاعهم. فالبعد الرأسي بنجيبه ازاي؟ بنعمل خطين كده اهم، تمام؟ واحنا عايزين نجيب البعد الرأسي ده اللي هو زي البعد الرأسي ده، تمام؟ طيب البعد الرأسي الجزء ده في ف، يبقى هنا لحد هنا بكام؟ بف، المسافة دي بف، عايزين نجيب بقى المسافة دي، هتعمل مثلث قائم كده، ماشي؟ تعمل مثلث ايه؟ قائم اهو، خلاص؟ فالمسافة اللي هو مشاها دي ف. طيب انت عايز تجيب البعد الرأسي ده اللي هو زي اللي هنا اهو اهو ده كده، معنى الكلام ان ده فيه وده مثلث قائم اهو. خد بالك يبقى البعد ده كان فيه، ده فيه اللي هي الحته دي، والحته دي عباره عن فيه سيتا لان ده مقابل للزاويه ايه؟ سيتا، تمام؟ اعملها لكم الشباب هنا اوضحها اكتر، خط كبير اهو عشان انا مش فاهم. الجسم ده نزل لحد هنا مثلا، ده الموضع الجديد، وده كان هنا في نفس الطريق وطلع لحد هنا، ده مشى فيه وده نزل فيه، فانت عايز البعد الرأسي اللي بينهم اللي هي المسافة الرأسية، يعني اللي هي دي المسافة الرأسية دي. طب هجيبها ازاي؟ اعمل خط كده اهوت، الخطوط كلها متوازية، دي فيه تبقى دي زيها فيه. طب الحتة دي لو احنا جبناها وجمعناها على دي يبقى دي البعد ايه؟ الرأسي. يبقى انت عايز تجيب البعد الرأسي ده اهو. طب ده مثلث قائم وده وتر، الوتر بفيه ودي سيتا، يبقى المقابل لسيتا يبقى الوتر في جهة الزاوية، الوتر في جهة الزاوية يعني فيه في جهة سيتا، يبقى الضلع ده اهو اللي هو جوه المثلث القائم الشمالي اللي عندنا اهو اهو، الضلع ده اهو دي سيتا وده فيه، يبقى ده الوتر في جهة الزاوية، يبقى فيه جهة سيتا، يبقى القطعة دي فيه جهة سيتا، هنضيف على فيه، يبقى البعد الرأسي فيه زائد فيه جهة سيتا، تحفظها زي اسمك، فيه في 1 زائد جهة سيتا أو فيه زائد فيه جهة سيتا. طبعا كلكم عارفين الكلام ده طبعا، ولكن احنا بنأكد عشان اللي مش فاهم. يبقى البعد الرأسي بيساوي، هتعوض بقى مكان فيه اللي هي ب20، 1 زائد جه الزاوية 30 جه 30 بنص، يعني 20 في 1.5 جه 3 على 2، 20 على 2 في 10، 3 في 10 بإيه؟ ب30، والتمييز بتاعنا يا شباب سنتيمتر.
إذا كان الزمن اللازم لإيقاف جسم كتلته كاف متحرك بسرعة عين بواسطة قوة قاف هو 4 ثواني، فإن الزمن اللازم لإيقاف جسم كتلته 2 كاف ومتحرك بنفس السرعة عين ونفس القوة قاف هو كام ثانية؟ طيب إيه اللي بيربط بين القوة والزمن؟ اللي هو الدفع. يعني تستفيد من الحالة الأولى تقدر أنت تطلع مين الكتلة والسرعة، هتعمل لقطين يعني تطلع منهم الزمن يعني. طب أنت عارف إن الدفع بيساوي قاف في نون، حاول فكر معايا كده، الدفع قاف في نون اللي هو التغير في كمية الحركة، يبقى قوة فين في الزمن يساوي التغير في كمية الحركة، الزمن اللي لازم لإيقاف جسم كتلته كاف، يبقى قاف في نون اهوت يساوي التغير في كمية الحركة اللي هي كاف عين 2 ناقص عين 1. تمام. طيب القوة معرفهاش والزمن كان 4 ثواني، يساوي الكتلة معرفهاش، هو جايبها كاف، الكتلة كانت كاف ماشي، عين 2 ناقص عين 1، الزمن اللي لازم لإيقاف جسم كتلته هيوقف، هيوقف يعني السرعة النهائية بصفر، عايزين الزمن اللي لازم لإيقاف جسم كتلته كاف، كاف أهو ماشي وهيوقف، يبقى أنا معرفش سرعته كانت بكام، بس هو وقف سرعته النهائية بصفر ناقص عين إيه 1. طيب خد بالك اتجاه الحركة فين، هو ماشي أهو وفي قوة بتوقفه، هذا الجسم كان متحرك فماشي كده، فاللي مع اتجاه الحركة اللي عندك القوة كانت بتوقف الجسم، يعني الجسم ماشي اهو قوة وماشي بسرعة، أثرت على قوة قاف فوقفته، قوة وقفته يعني مشت في عكس الاتجاه، قوة بالسالب عشان توقف الجسم، لكن لو القوة أثرت على الجسم اللي عندك، يعني فاهمين يا شباب، يعني الجسم بيبقى متحرك كده، جسم ماشي لما تيجي تقص عليه قوة في نفس الاتجاه هتزقه في نفس الاتجاه وتحركه، مش معقول هتوقفه، هي بتقص عليه قوة يبقى هي هتحركه، لكن لما تقص عليه في عكس الاتجاه، قوة بتأثر على الجسم في عكس الاتجاه اللي هو ماشي فيه هتوقفه أو هتنطره الناحية التانية، فاهمين، لما تقص عليه قوة يا إما هتوقفه هتمنعه يا توقفه أو ترده الناحية التانية، فاهمين، فكده القوة تبقى عكس الاتجاه لأن هي وقفته، القوة اللازمة لإيه؟ لإيقاف جسم، إذا كان الزمن اللازم لإيقاف جسم كاف ومتحرك بسرعة عين بواسطة قوة قاف في 4 ثواني، يبقى في قوة بتأثر على الجسم في الاتجاه المعاكس إشارتها سالب، فاهمين، فيبقى سالب قاف 4 اللي هي سالب 4 قاف تساوي سالب كاف عين، يبقى القاف هتروح مع القاف، فين القاف بتساوي يا شباب الإشارة اللي هنشيلها، مفيش اختصارات، طيب يبقى انت سالب مع السالب فتبقى 4 قاف تساوي كاف عين، فهمنا كده؟ حاول تفهم بس التمرين، يبقى انت هنا طبعا قاف بيساوي كاف جيم، بس احنا مش محتاجين العجلة يبقى عشان نختصر يعني، فسيب كاف عين زي ما هي. طيب ايه اللي حصل تالي؟ بيقول هنا ايه؟ فإن الزمن اللازم لإيقاف جسم كتلته 2 كاف متحرك بنفس السرعة عين وبنفس القوة، يعني في قوة كانت مأثرة على قوة كتلة كاف ووقفته في زمن كان إيه 4 ثواني، إحنا عايزين نعرف نفس القوة لما تأثر على الجسم بس جسم تاني بقى، والجسم ده كان ماشي بنفس السرعة اللي كان ماشي بيها عشان توقف، ماشي للإيقاف عشان توقفه يا شباب تبقى سرعته التانية بإيه بصفر، فاهمين الكلام؟ يبقى مين هي؟ طبعا القوة هي هي، يبقى الزمن إيه؟ عايزين نعرف المرة دي بقى الزمن، فأنت الحالة التانية هتشبه بنفس الكلام، بس خد بالك السرعة نفس السرعة اللي كانت ماشية بيها وعين النهائية بصفر نفس الطريقة يعني ونفس القوة، تعال قول بما أن نفس الكلام التغير في كمية الحركة يساوي الدفع، الدفع اللي هو قاف في نون تساوي كاف في عين 2 ناقص عين 1، القوة بتأثر عكس الاتجاه تبقى سالب قاف في نون بيساوي الكتلة عين 2 يعني هيقف ناقص عين 1 اللي هي عين نفس السرعة اللي كانت فوق نفس عين، هيبقى سالب قاف في نون بتساوي سالب كاف في عين، شيل السالب مع السالب خد بالك هي نفس القوة، ها يبقى قاف في نون بتساوي كاف عين، طب ما تيجي تعوض مكان كاف بعين ب4 قاف، شيل دي وحط مكانها 4 قاف اللي هي 4 قاف اللي فوق، شيل ده وحط مكانها 4 قاف، يلا 4 قاف كده خلصت تمام، بس خد بالك الكتلة كانت ب2، الكتلة التانية 2 كاف، دي 2 كاف 2 كاف 2 كاف 2 كاف 2 كاف ماشي، يبقى احنا عوضنا تاني يا شباب الدفع
تساوي التيار في كمية الحركة اللي هي ك في ن، يبقى الكتلة كانت 2 ك، التيار في كمية الحركة، سرعة النهائية بصفر لأنها هيقف، وهنا السرعة اللي كان ماشي بيها أنا زي سرعة الأولاني اللي هي عين، وهنا سالب ك في ن، شيل سالب مع السالب وعندك ك في ن بتساوي 2 ك في عين، عوض بقى مكان ك في ن بالمعادلة اللي فوق، ك في ن بكام؟ ق انت عندك هنا 4 ق بتساوي ك في عين، عوض مكان ك في عين ب 4 ق، يبقى 2 في 4 ق بتساوي ق في ن، يبقى ق في ن بتساوي 8 ق، يعني ق تروح مع ق يعني ن ب 8. هنقولها تاني يا شباب، المسألة تاني، المسألة نشرحها تاني. رقم 24 بيقول لي إذا كان الزمن اللازم لإيقاف جسم كتلته كاف متحرك بسرعة عين وصل القاف هو 4 ثواني، فإن الزمن اللازم لإيقاف جسم كتلته 2 كاف متحرك بنفس السرعة عين ونفس القوة قاف هو نقط. تعال نشوف، خد بالك الجسم أثرت عليه القوة وقفته، فالقوة بتبقى عكس الاتجاه عشان توقف الجسم، ما ينفعش تأثر عليه في نفس الاتجاه ويتوقفه، يتأثر عليه في نفس الاتجاه، لما تأثر عليه في نفس الاتجاه هتحركه لقدام، فاهمين، بسرعة أكبر هتدفعه، فالدفع بيساوي التيار في كمية الحركة، القوة تبقى سالب بقى، يبقى سالب ق في الزمن اللي هو 4 بيساوي الكتلة في عين النهائية اللي وقفته، أثرت عليه ووقفته، يبقى كانت في الاتجاه مين؟ المضاد، يبقى القوة بالسالب والسرعة النهائية بصفر والسرعة اللي كانت ماشية بها عين، يبقى سالب 4 ق بيساوي سالب ك في عين، فالسالب هتروح مع السالب يبقى 4 ق بيساوي ك في عين، دي أول علاقة. بعد كده بيقول لك لما الجسم تبقى كتلته 2 ك وتأثر على نفس القوة ونفس السرعة وكان ماشي بنفس السرعة. طيب القوة قلنا عكس الاتجاه، نعيد نفس الكلام، الدفع بيساوي التيار في كمية الحركة، يبقى ق في ن بتساوي 2 ك في عين 92 واحد، بس القوة كانت ماشية بعكس الاتجاه بالسالب، يبقى سالب ق في ن بتساوي 2 ك في صفر ناقص عين، يعني 2 ك في عين بتساوي سالب ق في ن، يعني نشيل السالب مع السالب يبقى قوة في زمن بتساوي 2 ك في عين، هنشيل بقى الك في عين دي نعوض عنها ب 4 ق، نشيل ك في عين دي نعوض عنها ب 4 ق، يبقى 2 في 4 ق يعني 8 ق تساوي ق في ن، نشيل ق مع ق يبقى الزمن 8 ايه؟ 8 ثواني، يبقى اجابتك هتكون ج. سؤال 25 بيقول لي قاطرة قدرة آلتها 300 حصان تجر قطارا بأقصى سرعة له ومقدارها 54 كيلومتر كل ساعة على الأرض الأفقية، وإذا كانت كتلة القطار والقاطرة معا 150 طن فإن أقصى سرعة يصعد بها هذا القطار طريقا منحدرا يميل على أفقي بزاوية في اتجاه خط أكبر ميل، جيبها يساوي 1/150 بيساوي نقطة، إذا كانت المقاومة 1/طريقين، يعني كان ماشي هنا وبعدين طلع على إيه؟ على منحدر، لما بيبقى ماشي على الطريق ويقول لك بأقصى سرعة معناها العجلة بتساوي صفر، يعني القوة بتساوي إيه؟ المقاومة. طب أنت عندك القدرة عبارة عن إيه؟ قوة في سرعة، تمام؟ القوة في السرعة اللي هي القدرة، القدرة كانت بكام؟ 300 حصان اضربها في 735 عشان تحولها لواط، تمام؟ وهو قال لك إن القوة مقدارها، القدرة هي موجودة للسرعة، السرعة كان جايبها ماشي، عوض مكان السرعة ب 54 في 5/18، يبقى القوة في السرعة بتساوي 300 في 735، تقدر بقى تجيب القوة تطلع معاك بالنيوتن، يعني تقول 735 في 300 على، هنا ممكن تحسبها 54 على 18 هي 3 15 اسمها 15، يعني تطلع معاك 14700 نيوتن. احنا عارفين ان القوة بتساوي المقاومة لان العجلة بصفر ماشية بأقصى سرعة، يبقى المقاومة طلعت ب 14700 نيوتن. هو عايز ايه بقى؟ طبعا هو قالك في المسألة المقاومات مش هتتغير في الآخر اهو، إذا كانت المقاومة واحدة تمام، طب لما يطلع المنحدر طبعا القدرة تبقى هي هي ومركبة الوزن بتتحلل، فاهمين الكلام ده طبعا، يبقى انت عندك الكتلة الجسم طالعة والسيارة طالعة الوزن بتاعها بيتحلل اللي هو كف د ج ه وزنها، وعندك ماشي كده بتقابلك مقاومة عكس اتجاه الحركة، خلاص هو برضو طالع بأقصى سرعة يعني العجلة بصفر ماشي وماشي بقوة
إلى أعلى، عايزين تجيب بقى القوة التانية دي، القوة دي تبقى بكام اللي هتحركوا لفوق؟ فاللي معاه ناقص العكس بتساوي، طبعا مفيش كاف في جيم بقى لأن أقصى سرعة يبقى اللي فوق ده بيساوي ده، يبقى القوة بتساوي المقاومة زائد كاف د جه. ماشي، يبقى القوة التانية اللي احنا عايزينها نسميها قاف اتنين بتساوي المقاومة اللي هي 14700 زائد الكتلة بتاعتك، كانت كام كتلة السيارة؟ اقرأ كده، قاطرة قدرة آلتها كذا. طب روح حصان، 150 طن يا شباب، الكتلة كانت 150 طن، يبقى 150,000 طن عشان يتحول لكيلو جرام، والدال كانت 9.8 في زاوية جيبها 1/50. كده انت خلصتها، تجيب بقى ايه هو التانية، هتحسب كل دول على الآلة الحاسبة، طير كده صفر مع صفر، دي كانت ايه؟ دي كانت 150,000، لما نشيل صفر يبقى 15,000 على 15 فيها الألف، يبقى هنا 9,800 زائد 14,700 صفرين 7 و8 15 5 و9 14، نطلع بالواحد باتنين، يبقى كام؟ 24,500 ايه نيوتن، اللي هي قوة ايه التالي. تمام، جبت انت القوة التانية اهو، إن أقصى سرعة يصعد بها هذا القطار طريقا منحدرا يميل على الأفقي في اتجاه، عايزين بقى أقصى سرعة ماشي بيها، إحنا جبت القوة التانية وعايزين نجيب أقصى سرعة ماشي بيها بقى، طبعا إحنا عارفين إن العجلة بصفر، هو عايز يا شباب بعد كده السرعة بقى، السرعة اللي كان ماشي بيها على المنحدر، طبعا إحنا عارفين القدرة ثابتة، قدرة السيارة ثابتة، يبقى قدرة قوة سرعة، القدرة عندك كانت 300 حصان ضربناها في 735 عشان نحولها للواط، القوة اللي عندك طلعناها ب 24,500 نيوتن، عايزين نجيب السرعة يبقى هنقسم 300 في 735 على 24,500، ممكن نشيل صفرين مع صفرين، يبقى 3 في 735 واللي يطلع يتقسم على 245، نطلع السرعة بكام؟ ب9 متر لكل ثانية. كده نكون خلصت الامتحان يا شباب، أتمنى تكونوا فهمتوا، ركزوا على مسألة مهمة جدا، فكرتها إن القدرة بتتغيرش على الأفقي، القوة بتساوي المقاومة، وبتقرب بأقصى سرعة للعجلة بصفر، ماشي، يبقى ق بتساوي ميم، تمام، قدرة قوة في سرعة، وضربنا في 735 عشان تحولها لواط، تمام، تعالوا نشوف التمرين، كده خلاص خلصنا آخر السؤال، أتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.